حتى نغير هذا الان كلون راح اجي اخذ هلا مضطر هون اني اعمل اني اطلع تورك وارجع سبيد مضطر اني اغير السيستم هون هذا راح اغيره للسبيد انبوت هلا راح اخذ التورك اللي طالع معي هون اللي هو هذا هلا بدي اضرب السرعه مربع السرعه في كيم راح تكون هي التورك اللي بنطرح من هذا التورك طيب رح ناخذه الان هلا انا بدي اربع السرعه بدي اخذ هاي ممكن بدي كمان هذا عشان اطرح بعدين بدي كمان عشان الانيرشا بدي نعمل برودكت لا المفروض في فانكشن تربيع math function مش هاد math function بقدر اخذها هون ايها سكور لهي راح اخذ السرعة اللي بتمشي عندي هون هاي عندي n سكوير راح اضربها في كي كمان راح اجيب الجيم هذا اللي هو راح نسميه كي تبع الفان هذا راح يطلع وحدته تورك هو كي اوميجا سكوير هون مش n سكوير ما بفرش بدكم تاخذوه n سكوير بقدر اخذه من هون n سكوير مضبوط راح اخذ من هون n سكوير هي هذا صار عندي هون k n سكوير مضبوط ربعنا n ضربناها في k راح تعطينا هلا هذا التورك بده ينطرح من الالكتروماجنتيك تورك اللي طالع من المحرك اللي هو هذا راح يكون عندي هلا هون سبتراكشن هاي الالكتروماجنتيك تورك راح يجي عندي على هذا راح اطرح منه راح اخذ الان التورك اللي جاي من هون اللي هو هذا التورك اللي بيقاوم وعندي هلا هذا هون صفر النت تورك اللي موجود هلا هذا راح يسارع انيرشا راح اقسم التورك على انيرشا هاي راح اعتبرها انيرشا هاي راح تعطيني روتيشنال اكسلريشن
فبدنا انتجريتر. هلا هذا رح يعطيني الاوتبوت لما بعمل انتجريشن. شو رح تعطيني؟ روتيشنال سبيد. هاي هي الروتيشنال سبيد رح اخذها وارجعها ادخلها. فشو عملنا؟ طلعنا تورك من المحرك. التورك طرحنا منه التورك اللي بقاومه. مين التورك اللي بقاوم المحرك؟ التورك تبع اللود اللي هو كي ام سكوير. طلع عندي نت تورك اللي ضايل، فصار التورك من المحرك ناقص التورك من اللود اعطاني النت تورك اللي ضايل. قسمته على الانرشا. هلا راح اقسم واحد على اي راح يعطيني الفا. الفا بعملها انتجريشن بتعطيني اوميجا. اوميجا هلا صارت هي طلعت من العمليه، وين راح ارجعها؟ ارجعها على المحرك. يعني عكسنا العملية هون، بدل ما نطلع سبيد طلعنا تور. هلا الانيرشا انا ما عنديش قيمة، هلا بنحط أي قيمة هلا؟ واحد على مثلا، قديش كانت القيمة اللي في الموديل تبع المحرك؟ 0.2 كانت 0.1؟ نحطها 0.1. ايش وحدتها لازم تكون؟ كيلوغرام متر سكوير، مضبوط؟ كبرها حتى تشوفوها من هون. هاي هلا هاي بقدر ارجعها. ما بيشبك، ما بيشبك. اوكي هي رجعت على هون. فصار عندي هلا طبعا كي لسه ما حددناش قيمه كي، بدنا نصير نعمل ترايل اند ايرور ونجرب قيم كي. فاللي صار عندي من هون عكسنا الوضع، هون اخذنا تورك من المحرك ورح نعطيه سبيد، فاخذنا التورك اللي من المحرك عملنا له ابلكيشن الميكانيكال لود. هذا صار ميكانيكال لود، طرحنا من الميكانيكال لود كي ان سكوير. هي كي ان سكوير اللي هي اخذتها هون ار بي ام، هاي نفس السرعه رح تطلع رح تيجي من هناك، نفس السرعه اللي بتدخل هون رح تطلع من هون، ما رح تختلف، رح تضلها نفس السرعه. اخذنا السرعه حولناها لار بي ام، ربعناها ان سكوير كي ان سكوير، بعدين طرحتها من التورك قسمناها على الانيرشا اعطتني الفا، والفا عملت لها انتجريشن اعطتني اوميجا، واخذت اوميجا رجعت دخلتها هناك. انا عارف انها شوي ميسي هاي دكتور. اه هلا السرعه اللي ربعتها ما بتفرق ان ولا اوميجا، لانه انا كي دخلتها اوكي. اوكي بس انا لاني ضليت احكي لكم كي ان سكوير كي ان سكوير، بديش هلا تقولوا لي انت حطيت حكيت انها كي ان سكوير وحطيت كي اوميجا سكوير، ما بأثر. هي كي الكي راح ادخل فيها ال 16 على 2 باي او 2 باي على 16، صحيح 100%، ما فيش مشكله. هي راح تضلها متناسبه مع مربع السرعه، بس كيف بيختلف الكونستنت تبعها. كيف اول رن عمله قبل، يعني احنا دخلنا اوميجا، كيف اول رن كيف راح يعمل هلا اول رن؟